is the nightlife. مسافر جمهور النادي الافريقي في السهريه الرمضانيه هذه، حبيت نقول اللي ريكروتمون هذا نتاع صابر واللاعبين اللي صاروا القدوم كان فما خدمه، لكن وراء الخدمه هذه كانوا دي مويان في الوزير تحطوا باش نجم نعملوا ريكروتمون هذوما. الرئيس حط امكانيات ماديه كبيره، فما ثقه كبيره تعطات فينا باش نجم نعملوا الانتدابات هذيا. اليوم الانتداب تاع صابر خليفه ما كان سهل، الناس كل تعرف القيمه نتاع صابر. فما إفور صار من النادي الإفريقي، فما فريق مرسي اللي كان متعاون معانا، وفما سوردو صابر اللي عمل دي ساكريفيس فينونسي باش يجي النادي الإفريقي، وكانت عنده رغبة كبيرة باش يستمر في الإفريقي. دونك اليوم نرحبوا به، وإن شاء الله يتعدى الموسم الجاي، وإن شاء الله صابر يقدم إضافة في النادي الإفريقي. صابر يضيف ضغوطات كبيرة، يعني ضغوطات مالية، ضغوطات نفسية، برشا مشاكل. صابر يسلط على قبل كل شيء كل العباد كلها صح شربتكم، بالعكس ما كان فما حتى معناها ضغوطات، بالعكس انا كانت معناها الرغبه من عندي انا، حبيت نجي كلوب افريكان، حبيت نكون في كلوب افريكان، انا فرحان معناها اللي جيت اليوم معناها باش تقام زي كلوب افريكان اللي هو معناها نادي كبير، وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله نكون في يد واحده ربي وفقنا ان شاء الله. مبروك علينا، مبروك مبروك، ان شاء الله ما نجمش ما نعرفش منتصر نكمل ولا مازال، اما هكا سي بون ان شاء الله، ان شاء الله موسم طيب بالتتويجات. صابر كان تحكينا شويه كيفاش صار الاتصال بيك وكيفاش جاي انك النادي الافريقي؟ والله الاتصال صار معنا عنده جماعه تقابلت انا في منتصر والاجون تاعي، قعدنا حكينا انا براسك، صارت الامور معنا ما قعدتش معقده برشا، الامور تفهمنا معنا على كل شيء، وفروا لي معناها اللي المطلوب معناها، وصار الاتفاق وامس معناها مضيت العقد نتاعي. صابر سمعنا لي فما ايكيب من قطر اعطيتك اوفر، صحيح الكلام هذا ولا لا؟ ما فما حتى لا لا مش صحيح الكلام، الاوفر الوحيد اللي جاني معناها هو الاوفر نتاع كلوب افريكان، صحيح فما اتصالات معناها من قطر، مي انا خيرت باش نرجع لتونس، خيرت باش نرجع معناها نلعب في النادي الافريقي اللي هو فريق كبير، ورفضت معناها فما عروض معناها من قطر رفضتهم معناها بغيتو معناها عمري في اكتوبر نعمل 28 عام معناها، ما عمريش 30 ولا 31 عام، ان شاء الله مازال بكري على قطر، تو يجي وقته في قطر، جيت نادي الفريق نحب نكون نرجع فورما تاعي باش نعاون الجمعيه، وان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل ان شاء الله. صابر تعرف اللي جماهير نادي الفريقي تستنى منك برشا، وتعرف اللي فما بريسيون كبيره في النادي الفريقي، شنو اللي تقول؟ سي نورمال معناها جمعية كبيرة في تونس، جمعية متاع القاب، جمعية متاع تيتروات، سي نورمال باش تكون فيها البريسيون، أنا حاضر معناها متحمل مسؤوليتي كاملة، عندي ثقة في روحي، كيما قلت لك معناها جيت لهنا باش نعاون باش نعطي كل ما عندي،
وانا وحدي ما نجم نعمل حتى شيء معناها بقيتو احنا جروب كامله وجمهور نتاعنا معناها الجمهور بالرسم معناها يلزم هو يقف معنا معناها السوت هو السوتيان الوحيد وان شاء الله معناها الناس الكل يلزمنا نكونوا يد واحده وان شاء الله بقدره ربي نوصلوا لحاجتنا بيه الناس كل والناس كلها نفرح ان شاء الله. شنو تنجم توعد الاحباء؟ كما قلت لك معناها ان شاء الله معناها نوعدهم معناها نكون في حسن المستوى وان شاء الله يا ربي معناها نعطي كل ما عندي ونبخل ما نبخل عليهم حتى قطره نتاع عرق ان شاء الله.